السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى فيما ترجم عليه النووي بباب بيان نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة زادها الله شرفا، وبيان الدليل على أن هذه الأمة الملة وبيان الدليل على أن هذه الملة لا تنسخ، وأنه لا تزال طائفة منها ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح حاء وحدثنا ليث قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث، أحيانا يقال ليث وأحيانا يقولون الليث، ليث والليث اسمان لمسمى واحد ويؤتى بأل التي لا تفيد التعريف، كما يقال عباس والعباس وغير من الأسماء. قالوا إن هذه اللا يفهم منها لمح الصفة الأصلية، إذا أردت أن تستحضر الأصل في التسمية تأتي بأل، لأنه من القوة والشجاعة ليس الأسد، وإذا أرادوا أن تناسوا هذه وأن المراد هذا الاسم العلم على هذه الذات قالوا ليث، كما في عباس والعباس. إن أردت أن تذكر بالعبوس والحزم والشدة قلت العباس، وإن أردت أن تتناسى هذه فقل عباس على أنه علم مثل محمد وزيد وعمر وغير ذلك. فإذا أرادوا لمح الصفة قالوا الليث. قال رحمه الله: قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح، ومرت بنا مرارا ومسلم يستعملها كثيرا هذه الحاء المفردة للتحويل من إسناد إلى آخر، للتحويل من إسناد إلى آخر، وهي مستعملة عند غيره من الأئمة، ففي سنن أبي داود كثيرة، لكن أكثر استعمال لها في صحيح مسلم، وفي صحيح البخاري قليلة، ووضع في الصحيح مكانها المعجمة خاء بدل الحاء، يرمزون بذلك أن لا أن الإسناد عاد إلى المؤلف البخاري. وعلى كل حال يستفاد منها اختصار الأسانيد وتقويتها بعطف بعضها على بعض. ها وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث، هنا قال ليث وهنا قال أخبرنا الليث، وهما اسمان لمسمى واحد، هو الليث بن سعد الإمام فهمي إمام المصريين. قول أهل العلم إنه أول من فرق بين التحديث والإخبار بمصر. أخبرنا الليث عن ابن شهاب، وهو الإمام المعروف محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن ابن المسيب سعيد ابن المسيب بن حزم سيد من سادات التابعين. يقول الإمام أحمد هو أفضل التابعين، أما من حيث العلم فنعم، وأما من حيث الفضل فأويس القرني الذي جاءت مناقبه في الصحيح، وقال عمر له طلب منه الدعاء، هو عمر بن الخطاب، بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدل على فضله وشرفه ومزيته. أما بالنسبة للعلم فسعيد بن المسيب أميز من غيره في هذا الباب، وفي التابعين
سادات علماء أئمة في العلم والعمل كثر فيهم ذلك، بل الكثير الغالب منهم كذلك، لكنهم يتفاوتون كغيرهم. وسعيد بن المسيب منهم بالمنزلة العليا، كما قال الإمام أحمد وغيره أنه سمع أبا هريرة صهره أبو هريرة الصحابي الجليل صهر بن المسيب. ولذا قالوا في مراسيل سعيد بن المسيب أنها وجدت كلها موصولة عن أبي هريرة، لأنه صهر وقريب منه، أنه سمع أبا هريرة يقول. ولذا يقول الشافعي إرسال ابن المسيب عندنا حسن، يعني جميع مراسيله، أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده قسم، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم، والقسم لا يكون إلا على الأمور المهمة في الشرع، والذي نفسي بيده، الواو والقسم تجر ما بعدها، والذي نفسي بيده مقسم به، وهو الله جل وعلا. وفيه إثبات صفة اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. وقول كثير من الشراح والذي نفسي بيده روحي في تصرفه، كثير من الشراح يقولون روحي في تصرفه، ولا شك أن من لازم كون اليد في كون النفس بيد الله جل وعلا أن التصرف بيده، وأنه لا يتصرف بالخلق إلا الله جل وعلا. لكن كثير من الشراح يفر من إثبات اليد الحقيقية لله جل وعلا بهذا التأويل باللازم، وعلى هذا فيكون مردودا ممن لا يثبت اليد. فالذي عليه أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم إثبات جميع ما أثبته الله جل وعلا لنفسه من الأسماء والصفات، وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام على ما يليق بجلاله وعظمته. لا يوشكن اللام لام قسم محذوف تدل على قسم محذوف، والله لا يوشكن، أو هي واقعة في القسم، جواب القسم مذكور. لا يوشكن اللام لام القسم، والقسم مذكور، والذي نفسي بيده واقعة في جواب القسم. يوشك مضارع أوشك، وهو من أفعال المقاربة، يعني يوشك يقرب. يوشكن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد المباشرة، هو مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد المباشرة، يعني لم يفصل بينها وبين الفعل بشيء. أن ينزل فيكم، أن ينزل فيكم ابن مريم، يقرب أن ينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم على نبينا وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، أن ينزل فيكم ابن مريم. والنصوص جاءت بتقريب الساعة، اقتربت الساعة، ومن لازم ذلك قرب علاماتها وأشراطها، وهذا منها. يوشك يقرب ليستعد الناس لها،
ويأخذ حذرهم من التمادي وطول الأمل. يوشك لا يوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم صلى الله عليه وسلم حكما، يعني حاكما، مقسطا يعني عادلا. ولو أقسط أقسط فهو مقسط، والمقسط العادل. بخلاف القاسط الذي هو الجائر، المقسطون على منابر من نور يوم القيامة، الذين يعدلون في أنفسهم وأهليهم وما ولوا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، هؤلاء العادلون وهؤلاء الجائرون، صلى الله عليه وسلم. حكما مقسطا فيكسر الصليب، فيكسر الصليب الذي تعظمه النصارى، مما يدل على أنه لا أصل له في شريعة عيسى عليه السلام، وأن النصارى ابتدعوه من عند أنفسهم. ولذلك من أولويات ما يفعله عيسى عليه السلام إذا نزل يكسر الصليب، والنصارى يغلون به ويبالغون ويعبدونه ويسجدون له، نسأل الله العافية، ويعلقونه على نحورهم. يكسر الصليب ويقتل الخنزير، ويقتل الخنزير، ما يدل على أنه لم يحل لهم، لم يحل لهم، وأنه حرام عليهم. وفي هذا دليل على أن المنكر يزال باليد عند القدرة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ويضع الجزية، يضع الجزية لأنه لا يقبل إلا الإسلام أو السيف. يعني الحكم بقبول الجزية قبل نزول عيسى لا شك، منصوص عليه في القرآن، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، لكن إذا نزل عيسى ارتفع الحكم، ارتفع الحكم. والنسخ بالدليل الشرعي النبوي الذي قرره محمد عليه الصلاة والسلام لا عيسى، عيسى منفذ، بدليل أن الحكم يستمر في شريعتنا إلى نزول عيسى. فهو مؤقت وليس بمستمر إلى قيام الساعة، إنما هو إلى نزول عيسى. ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. إذا نزل عيسى حكما عادلا مقسطا حلت البركات بسبب هذا النبي الصالح، وبسبب العدل، وبسبب العدل. ذكر المؤرخون في سيرة عمر بن عبد العزيز أن الذئاب كانت ترعى مع الغنم، بأي سبب؟ العدل والإنصاف وإقامة الشرع. وكلما ابتعد الناس عن شرع الله
وحل الظلم بينهم، حصل بينهم التنافس والتناحر ونزعت البركات، حتى أن المال الكثير لا يسد حاجة أوساط الناس، والله المستعان. بينما القليل مع العدل وتطبيق الشرع وعمل الناس بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام تحل البركة ويكفي القليل من المال، ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. ناس يدار بالمال على الناس في بيوتهم فلا يقبله أحد لكثرته ولقلة الرغبة فيه، لقصر آمال الناس، إذا رأوا العلامات الكبرى قصرت آمالهم في الدنيا وعظمت رغبتهم في الآخرة وانصرفوا عن جمع المال وحطام الدنيا، بخلاف إذا توسعت الآمال وغفل الناس فإنه ينتشر الشح ويصير الهم للدنيا كله كما هو واقع كثير من الناس. والأمة فيها خير، أمة محمد عليه الصلاة والسلام فيها خير إلى قيام الساعة، خير في أمة محمد موجود، ولكن الكلام على الكثرة. وجد أناس عاشوا وكأنهم خلقوا للدنيا، تنافسوا وتناحروا وتقاتلوا على الدنيا على الحطام في عهده عليه السلام، إذا نزل يفيض المال حتى لا يقبله أحد، لأن الآمال تقصر والرغبة في الأموال تضعف وتقل، فيدار به فلا يقبله أحد. قال رحمه الله: وحدثناه، يعني الحديث السابق، عبد الأعلى بن حماد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة الثلاثة. الإمام مسلم يروي الحديث من طريقهم عن سفيان بن عيينة، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة حا وحدثنيه حرملة بن يحيى التجيبي قال: أخبرنا ابن وهب، عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب، وهناك الليث، وهما من أئمة المصريين. والذي يظهر أني وهمت في قولي أن الليث هو الذي أول من فرق بين التحديث والإخبار بمصر، اللي يغلب على ظني أنه ابن وهب. ابن وهب قال: حدثني يونس بن يزيد الأيلي قال: حدثنا حسن الحلواني، حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي إبراهيم بن سعد عن صالح، وهو ابن كيسان، صالح ابن كيسان، كلهم عن الزهري. فالحديث مداره على الزهري الإمام في جميع طرقه. صالح بن كيسان يروي عن الزهري وهو أكبر منه سنا، ففيه كما يقال رواية الأكابر عن الأصاغر. صالح بن كيسان ما طلب العلم الحديث إلا متأخر،
طلب الحديث متأخرا، ولكن لا يأس مع الدأب والحرص والنية الصالحة يدرك طالب العلم ولو كان سنه كبيرا. عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد، وفي رواية ابن عيينة التي مرت بنا قريبا إماما مقسطا، إماما مقسطا، إماما مقسطا وحكما عدلا، وفي رواية يونس حكما عادلا، ولم يذكر إماما مقسطا، وفي حديث صالح حكما مقسطا كما قال الليث، كما قال الليث. هذه الألفاظ التي بينها الإمام مسلم من التفاوت اليسير بين الرواة، اختلاف في كلمة، زيادة أو نقص أو تقديم أو تأخير، من دقة الإمام مسلم وحرصه على أداء الروايات كما أتت عن أصحابها. وفي حديث صالح حكما مقسطا كما قال الليث، وفي حديثه من الزيادة وحتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها، وحتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. إذا كان المال يدار به على الناس فلا يقبلونه، فما قيمة الدنيا؟ المال يدار به على الناس ولا يقبلونه، فالدنيا لا قيمة لها، الدنيا لا قيمة لها. وهذا الأصل في الدنيا إلا بقدر ما يحقق به المكلف ما خلق من أجله. خلق من أجل إيش؟ العبادة. خلقت الجن والإنس لا ليعبدون. فجمعه للدنيا إنما من أجل تحقيق هذا الهدف. وحتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. السجدة هي الركعة عند أهل الحجاز، هي الركعة عند أهل الحجاز. وفي صحيح مسلم من أدرك من صلاة الصبح سجدة فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من صلاة العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وفي آخر الباب والسجدة إنما هي الركعة. ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، الآية. قالوا كان أبو هريرة إذا رأى شابا من شبان المدينة قال له إن أدركت عيسى ابن مريم فأقرئه مني السلام. قبل كم؟ قبل 14 قرن. فأقرئه مني السلام. هذه نظرة الصحابة وخيار الأمة للدنيا. الواحد منا بعد هذه
بعد هذا الأمد الطويل ما يمكن يقول هذا إلا من ندر. تقول مثل هذا الكلام أدركت عيسى فأقرئه مني السلام، باقي من الدنيا الألوف المؤلفة من السنين. عندنا مشكلتنا طول الأمل، هذا هو الذي يقضي على الإنسان، طول الأمل. لأن طول الأمل يجعلك تتمادى وتتراخى في العمل، ولو كانت نظرتك إلى الدنيا مثل نظرتهم ما بعدت آمالنا وضعفت أعمالنا، والله المستعان. ما رأيكم لو أن شيخا 60 أو في 70 إذا رأى شاب قال سلم لي على عيسى بن مريم إن رأيته، ماذا يقول الناس؟ يقولون هذا رأى اختلط. ها صحيح والله، يعني مور ضرب على قلوبنا من الغفلة ما ضرب حتى وصلنا إلى هذا الحد. وأبو هريرة في القرن الأول يقول هذا الكلام. اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. إن هذه نافية، ما من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، بدليل استثناء بعدها إلا ليؤمنن به. إن لا ليؤمن من أهل الكتاب، يعني أهل الكتاب يشمل اليهود والنصارى، إلا ليؤمنن به يعني بعيسى ابن مريم إذا نزل قبل موته. الآية الضمير هنا به يعود لعيسى قبل موته، قبل موت عيسى، هذا احتمال وهذا وجه من توجيه أهل العلم للآية، وهذا قول الأكثر. وإن من أهل الكتاب، يعني ما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، يعني عيسى عليه السلام، قبل موته، قبل موت الكتاب، قبل أن يموت، ولو كان قبل نزول عيسى. التوجيه الأول بعد نزول عيسى من النبي، إذا رآه آمن به قبل أن يموت الكتاب. التوجيه الثاني لأهل العلم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، أي بعيسى عليه السلام. وفي توجيه ثالث به، أي بمحمد عليه الصلاة والسلام، قبل موته، قبل موت الكتابي، لأنه إذا عاين الموت صدق بجميع ما سمع، لكن هل ينفعه؟ لا ينفعه ذلك، لا ينفعه ذلك. إذا عاين ورأى ما كان يسمعه عيانا وجزم بأنه حق، ما ينفع، لا ينفع نفسا إيمانه لم تكن آمنت من قبل أو كسبت. إلا ليؤمنن به قبل موته، الآية يعني يؤمنن به بعيسى قبل موته عليه السلام، أو ليؤمنن به بمحمد وقبل موته، يعني موت الكتاب، إلى غير ذلك ما قاله أهل العلم في مرجع الضمائر.
هنا قبل موته عامة أهل العلم على أن عيسى عليه السلام رفع، بل رفعه الله إليه، وأن الموت المذكور المراد به النوم، النوم وليس الموت الذي يوم بمفارقة الروح للحياة، وأنه حي عليه السلام وينزل في آخر الزمان كما جاء في الأحاديث أو في النصوص القطعية المتواترة. وأما الكلام في موته الحقيقي فعامة أهل العلم يقولون لم يمت بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه، فهو مرفوع وينزل في آخر الزمان حكما عدلا مقسطا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر في شرح الأبي ونقله في شرح السنوسي عن العتبية قولا ضعيفا في أن عيسى مات وأنه في آخر الزمان ترد إليه روحه، لكنه قول شاذ لا يعول عليه. وإذا نزل عيسى عليه السلام يحكم بشريعة محمد، ذكروا في أخبار قد لا تثبت أنه بعض الحنفية قال أنه يحكم بمذهب أبي حنيفة بشريعة محمد بمذهب أبي حنيفة، وهذا لا حظ له من النظر بل هو مجرد تعصب. ثم جاءت القبائل ووضعوا في ذلك ما يناسبهم في شرح الملا علي قاري على الشفاء، قال يتزوج امرأة من جهينة، وقال آخرون يتزوج امرأة من بني ضبة اسمها راضية. كل هذا ما عليه دليل، بل هو مجرد أماني، أماني. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينزلن ابن مريم، لينزلن ابن مريم حكما عادلا فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية ولا تتركن القلاص. ولا تتركن القلاص، القلاص جمع قلوص وهي الفتية من الإبل، قالوا بمنزلة الشابة من النساء. قلاص جمع قلوص، يقول الشاعر لا تأمنن فزاريا خلوت به على قلوصك واكتبها بأسياري. هذا البيت قبيح جدا لكن فيه الشاهد، على قلوصك وهي الفتية من الإبل. ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها، يعني تسيب القلاص بعد أن كانت أنفس الإبل، والإبل أشرف أموال العرب. هذا من أمثلة
العزوف عن المال وكونه لا يرغب فيه ولا يطلب بل لا يقبل فلا يسعى عليها، يعني لا يركب عليها ولا يهتم بها، تحيا تموت تظل فلا يسعى عليها. ومنهم من يقول فلا يبعث السعاة لأخذ زكاتها. لماذا؟ لأن الناس ليسوا بحاجة إلى مال، الناس ليسوا بحاجة إلى مال، فلا يسعى عليها. ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، لأن هذه الأمور الشحناء والتباغض والتحاسد معانيها متقاربة، مثارها التنافس على الدنيا، التنافس على الدنيا، وما في تنافس على الدنيا فلا توجد. إذا لم يوجد السبب لم يوجد المسبب. وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد كما تقدم. قال حدثني حرملة بن يحيى وهو التجيبي قال أخبرنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني نافع مولى أبي قتادة الأنصاري. ما اسمه أبو قتادة؟ اسمه أبي قتادة. اسمه ها؟ إيش؟ الحارث بن ربعي. الحارث بن ربعي مولى أبي قتادة الأنصاري. أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم؟ كيف أنتم؟ شخباركم كالوقت؟ شلومكم؟ هو مجرد استعلام. كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم إمامكم منكم؟ إمامكم منكم. قد يقول قائل في ذلك الوقت ما في أفضل من عيسى بن مريم، في أفضل من؟ ها؟ ما في أفضل من؟ لماذا لا يكون هو الإمام في الصلاة؟ ولا حرف سمعته. هو إذا نزل هو واحد من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، هو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولو تقدم عليهم على أمة محمد لا قيل إن في غير أمة محمد من هو أشرف منهم في ذلك الوقت. على كل حال وإمامكم منكم، وسيأتي في الكلام ما يشوش على هذا، ولكن يأتي الكلام الحاسم فيه، لأن في بعض الروايات وأمكم. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه محمد مسلم بن شهاب الزهري قال أخبرني نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وأمكم. وأمكم يعني صلى بكم، ها؟ قال في الأول وإمامكم منكم. لا شك أنه إذا نزل صار من أمة محمد، لأنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. وأمكم إذا نزل فيك ابن مريم فيكم وأمكم، صار إماما لكم يعني حاكما، ويقصد بذلك الإمامة العظمى،
أما إمامة الصلاة إمامكم منكم. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثني أبو الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم فأمكم منكم، يعني صارت بين الروايتين إمامكم منكم، والثانية فأمكم، الثالثة فأمكم منكم، وتجتمع جميعها بأن الإمام من أمة محمد في الصلاة، والإمامة العظمى والحكم هو عيسى ابن مريم. فقلت لابن أبي ذئب إن الأوزاعي حدثنا عن الزهري عن نافع عن أبي هريرة وإمامكم منكم. قال ابن أبي ذئب تدري ما أمكم منكم؟ قلت تخبرني. قال فأمكم بكتاب ربكم، فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. حدثنا الوليد بن شجاع وهارون بن عبد الله حجاج بن الشاعر قالوا حدثنا حجاج وهو ابن محمد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير محمد ابن مسلم ابن تدرس أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله أبو الزبير معروف بالرواية عن جابر، وفي كثير من مروياته في مسلم وفي غيره عن أبي الزبير عن جابر، وأبو الزبير معروف بالتدليس، والمدلس لا بد أن يصرح بالتحديث، وهنا صرح، هنا يكفي إذا صرح في موضع واحد أن يحكم لأحاديثه بالاتصال ولو لم يصرح، ولا سيما في صحيح مسلم، لأن الأئمة أطبقوا على أن جميع معنعنات المدلسين في الصحيحين متصلة أو محمولة على الاتصال، إما أنها فتشت ووجدت متصلة ومصرح فيها بالسماع والتحديث، أو تحسينا للظن بالشيخين اللذين تلقت الأمة كتابيهما بالقبول. أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، لا تزال طائفة من أمتي، طائفة الجماعة، ويطلق على الواحد طائفة، ولذا قالوا في وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، قالوا لحضر واحد كفى، لأن الطائفة تطلق على الواحد. وفي صلاة الخوف إذا كانوا ثلاثة يصح أن يقال أن الإمام يصلي بطائفة بواحد، ثم تأتي الطائفة الأخرى اللي هو الثاني، إلى غير ذلك من أقوال أهل العلم، ما يدل على أن الطائفة كما تطلق على الجماعة تطلق على الواحد. لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. وجاء في الحديث الصحيح أن الريح تأتي من قبل اليمن فتقبض أرواح المؤمنين، وجاء أيضا لا تقوم الساعة والأرض يقال فيها الله الله، فيوم القيامة قرب قيام الساعة، وإلا قيام الساعة لا تقوم على أحد يقول الله الله.
قال فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم تعال صل لنا، فيقول أميرهم تعال صل لنا، لأنه مهما كان وضع الأمير من العلم والتقى إلا أن عيسى عليه السلام باعتباره نبي من الأنبياء أفضل منه، وعلى هذا إذا وجد الأفضل ينبغي أن يقدم ويطلب منه التقدم، ولا يمنع ذلك من صحة إمامة المفضول مع وجود الفاضل، وهنا من هذا النوع. فيقول ألا إن بعضكم على بعض أمراء تكريمة الله لهذه الأمة، تكريمة الله هذه الأمة، فلا يتقدم بين يدي الأمير من هذه الأمة فيصلي، وإلا فالحكم حكما عادلا مقسطا. هذا عيسى عليه السلام، هذا عيسى تكريمة، إعرابه تكريمة، ها شو مفعول لأجله، مفعول لأجله، وإن شئت فقل مفعول له، ويجوز نصبه على المصدر، يجوز نصبه على المصدر وهو مفعول لأجله. كم باقي؟ ها؟ مدينة على شيء من هذا؟ ها؟ شو؟ هل يصح أن يقول الرجل والذي نفسي بيده، أو يختص هذا القول بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي يمنع من قولها؟ ما يمنع، لا يوجد ما يمنع من قول الرجل والذي نفسي بيده، ويقصد بذلك الله جل وعلا، هل يفهم من قوله ويقتل الخنزير أن الكفار حينئذ ليس لهم ملك على ما بأيديهم؟ الأصل الحرام ليس بمال، وما ليس بمال لا يملك، وعلى هذا لو يوجد خنزير في بلاد المسلمين وأمكن وجوده منكر وأمكن تغيير هذا المنكر باليد لتعين، يقول بعض الشركات شركات السيارات تضع علامة على السيارة تشبه الصليب، يقول ومثل علامة الزائد في الجمع العمليات الحسابية التي تقابل الطرح، هذه أمور لا يقصد من هذا الأمر. السيارات وصناعها نصارى قد يقصدون، لكن مثل عمليات الطرح وأحيانا أمور لا بد منها. تعرفون الدلو؟
الدلو، تعرفه الدلو الذي استخرج فيه الماء من البئر، ها، الحبل يربط بأي شيء بعلامة جمع، يقول هذا صليب، ها، ما نقول لأنه غير مقصود. أيضا الإنسان إذا أراد أن يمد يديه، أن يمد يديه يمينا وشمالا، قال هذا صليب لا تمد يديك، لا، هذه أمور غير مقصودة. يقول ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ المسجد النبوي هو الذي جاء فيه حديث أبي سعيد، هو الذي جاء فيه النص إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، حديث أبي سعيد، كان يصلي فأراد شاب من بني أبي معيط أن يمر بين يديه فرده، فأراد أن يمر ثانيه رده، فلما سلم قال الحديث في هذا المسجد. فيتحرى الإنسان، نعم هناك أوقات مناسبات وأوقات زحام شديد ويصعب الرد والإنسان ما اتخذ سترة، هذا ليس له أن يرد، ونقص صلاته بسبب تفريطه. اللهم صل على محمد. الله أكبر.